يشهد المغرب ثورة وقفزة عملاقة في عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستغير وتزين ملامح الاقتصاد المغربي. مشاريع كثيرة تشهدها البلاد بأبعاد مستقبلية تعزز مكانتها في الاقتصادين الإفريقي والعالمي. مشروع القطب المالي بمدينة الدار البيضاء الذي سيغير معالم وملامح هذه المدينة ليحولها لمدينة ذكية تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث يعتبر القطب المالي للدار البيضاء مركزا اقتصاديا وماليا إفريقيا يوجد في مفترق القارات، ويعد كأول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة. يوفر القطب المالي للدار البيضاء مناخاً للأعمال فعالاً من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية لاستقرار وتوافد الأشخاص ومنح حرية تامة لتنقل رؤوس الأموال، وكذلك بتوفير الطرق البديلة لحل النزاعات عبر المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء. يضم القطب المالي للدار البيضاء أكثر من 200 شركة رائدة تعمل في مجالات متعددة في أكثر من 50 بلداً إفريقياً. يقوم القطب المالي بتنظيم لقاءات خلال كل شهر حتى يتسنى للأعضاء من تكثيف التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب. توفر اتفاقية الشراكة التي وقعها القطب المالي للدار البيضاء مع 19 دولة إفريقية على حصول الأعضاء على المعلومات التي يحتاجونها للاستفادة من فرص النمو، كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق التقليدية التي تعترض الاستثمار. ويقوم القطب المالي للدار البيضاء على إنجاز ونشر تقارير دورية حتى يتسنى للأعضاء الاطلاع الجيد على فرص الاستثمار وفهم الخصوصيات المحلية. القطب المالي للدار البيضاء الذي أحدث سنة 2010 بتعليمات ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد اليوم المركز المالي الأول على الصعيد الإفريقي.